السلطة إما أن تكون عندها نية إصلاح من أي منطلق من المنطلقات المبدئية أو الموضوعية، وإما ألا يكون لها نية ولا توجه من هذا النوع. وبغض النظر عما هو المضمر في نفس السلطة ودلالة الشواهد الخارجية على الأرض على أي من التوجهين، التوجه للإصلاح وعدمه، فإن فرض عدم الإصلاح يساوق أمراً خطيراً جداً يتمثل في الإرادة الجدية بالتنكيل بالشعب. إذا لم يكن هناك نية إصلاح فمعناه هناك ماذا؟ نية تنكيل شديد بالشعب، ليس إلا من أحد الأمرين ولا واسطة بينهما. يتمثل في الإرادة الجدية بالتنكيل بالشعب ومضاعفة آلامه واستهدافه بصورة قاسية، ذلك لماذا؟ نظراً إلى إصرار الشعب على الإصلاح وتشبثه به وعدم إمكان تنازله عنه لمكان ضرورته وإلحاح هذه الضرورة. فموقف التصلب عند السلطة من الإصلاح في حال الإصرار الشعبي عليه ومحاولتها لكسر إرادته وتراجعه عن هذا المطلب يستتبع منها أن تبالغ في شدتها وتعمل السيف في الرقاب إلى حد ما تتصور أنه يقهر هذه الإرادة ويفرض على الشعب أن يتراجع، وإن كانت إرادة الشعب غير قابلة للهزيمة وموقفه غير قابل للتراجع. ولو كانت هناك نية إصلاح جدي فإنه لا يتناسب معها استمرار القمع للمسيرات السلمية وبقاء كل مظاهر التأزيم وإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة القاتلة، مما يقف وراء تمدد سلسلة الشهداء الأحرار الذين كان آخرهم شهيد سترة جعفر الطويل رحمه الله، وحشره مع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين. كما لا يتناسب مع نية الإصلاح لو كانت تدفق البلاغات ضد الرموز السياسيين وأعضاء الجمعيات كالأستاذ ميلاد مجيد ميلاد وسماحة الشيخ حسين الديه والتهديدات والإنذارات الموجهة لأصحاب الكلمة النافذة كسماحة الشيخ علي سلمان، وكذلك ما عليه وضع الحوار وملابساته والموقف المتشدد للطرف الرسمي فيه من مقدماته وما ينبغي أن يكون من مسلماته. إن شيئاً من ذلك وكل التوترات التي يثيرها الإعلام الرسمي واستمرار المحاكمات والأحكام القاسية ضد المعارضين السلميين لا يلتقي ولا يشير من قريب أو بعيد إلى نية الإصلاح، فضلاً عن الإرادة الجدية المتعلقة به. وسواء أنه لم تكن هناك نية إصلاح على الإطلاق أو كانت هناك نية إصلاح مؤجل أو منقوص تفرض عليه السلطة ضريبة ترى أنها لم تستوفها بعد من دم الشعب وأمنه وآلامه وأوجاعه وأخوة أبنائه واستقرار الوطن وثروته ومصالحه، فإن الشعب مصمم كل التصميم الذي ليس فوقه تصميم بأن يمضي على طريق المطالبة بالإصلاح بكل الوسائل السلمية المشروعة حتى تحقيق النصر وتصحيح الوضع ليجد هذا الوطن الراحة والأمن والاستقرار
ويعيش كل أبنائه وليس بعض أبنائه فقط الأخوة الإسلامية والوطنية الصادقة في ظل درجة عالية من العدل والمساواة والإنصاف وفي جو راق من الحرية والعزة والكرامة.